اهلا اهلا، ويسعد لي اوقاتكم بكل خير يا رب. ان شاء الله تضلوا بخير وصحه على طول. الدنيا شمس وطالع الشمس، الحمد لله رب العالمين. قبل شوي كنت فاتحه معاكم بس مباشر، انبسطنا كتير بالبث المباشر، كانت مواضيع جدا حلوه بتاخذ العقل منكم، واحلى مداخلات منكم، واحلى هيك مناقشات صباحيه كانت ممتعه، كانه كنا نحن بجمعه نسوان وكنا قاعدين يعني عم نتسلى وشربنا قهوتنا وشفنا الشامبو اللي عم يستخدمه ابو عمر. نفضحه لابو عمر اللي اذا استخدمتوه مره واحده اذا كان شعركم فيه شيب بيروح الشيب ابدا. فهلا شو بدنا نعمل؟ انا قبل ما افتح معكم بس مباشر لفرجيكم شو كنت عم بشتغل، كنت عم بشتغل يعني فايقه والله بكير كالعاده، وعملت كتير شغلات. ها ليكو العصفور هرب. كان في عندي هون بزور باذنجان، مو بزور، شتول باذنجان كانت هون كلها نقلتها لهون، هذا كله نقلته لهوني. وهوني زرعت شغله، زرعت جرجير كونه نحن كتير بنحب الجرجير، فحطيت الجرجير هون. وكمان كم شغله كنت عاملت هيك شويه ترتيبات بالحديقه لانه بدي جز العشب شوي. بس قبل ما نجز العشب ليكو الفراشه الجميله، صباح الخير ايتها الفراشه الجميله البيضاء، يا الله ما احلى لك، حتى الحشرات والفراشات والنحل كلياته بيفرفش وقت تطلع الشمس. وكوساياتي تعفرجيكم كوسايات، يعني الاسبوع الجاي بناكل كوسا من الحديقه. شوفوا هوني وحدة تنتين ثلاثة، هوني ثلاث كوسايات طالعين مع بعضهم، وحدة تنتين ثلاثة من عيني. الأسبوع الجاي بنعمل طبخة محاشي. وهوني وحدة تنتين ثلاثة، هون وحدة تنتين ثلاثة أربعة، هوني شوفي هون لسه هون ما طلعوا، وهوني كمان لسه ما طلعوا. يلا لكم شو بدنا نعمل هلا، بدنا نخلص من موضوع الحواض التسوير تبعيتهم، لانه هلا بدي جز العشب، فالموجودين هدول هون رح يعملوا لي عائق، لك خليني اخلص منهم. فهوني في كان سور قديم كلياته رح اقيمه، السور القديم لانه خشبي ومهتري، شايفين كيف مهتري؟ هلا كله بنقيمه، لازم البس كفوف بصراحة، لازم البس كفوف. يلا رح نجيب الكفوف، جبنا الكفوف. هلا خلونا نقيم السور القديم. خشب مهتري من عوامل الطقس. هي بنات هيك خلصت السور مثل ما نكون شايفين الحاجز يعني، وهون عملت كمان حاجز بهذا. طبعا حاولت قدر الامكان، اي بنات هيك مثل ما نكون شايفين خلصت انه حطيت الحاجز مثل ما نكون شايفين، حاولت قدر الامكان يطلعوا ب يعني انه بهيك انه ما يطلعوا انه مايلين لورا هيك مطعوجين هيك لهيك، بس ما قدرت لانه الارض مايله من فوق ومن تحت مستويه، هون في بلاط مثل ما نكون شايفين، فكتير كان صعب اني دككم كتير كتير. هون مثل ما نكون شايفين هون في بلاط كتير صعب اني دككم، خصوصي انه في علو من ورا، لهيك قدر الامكان حاولت انه يطلعوا بشكل انه هيك متساوي ومتوازي ما قدرت. وهذا نفس الشيء هوني كمان عملته خلصته.
وهلأ اليوم مهمتي ما اني نظفهم، ما اني نظف الحواض ابدا، هدول الحواض ما راح نظفهم ولا راح ادوكرهم. اليوم مهمتي اني بس حطيت لهم السور تبعيتهم، وبدي يمكن الحواجز زاد عندي اسا هدول الحواجز، طبعا بدي اعمل فيه هذا الحوض. وين انت عم تلحقني؟ وين ما رحت؟ بدي اعمل فيه هذا الحوض، بده تنظيف طبعا، هذا الحوض تنظيف ماكن، وبدي احط كمان حاجز لهذا الحوض. هون في حوض يا بنات، بس يعني انه مختفي من الاعشاب. وطبعا بدنا نعمل لهم ديكورات لهي الحوض. هلا بدي بلش بالمهمه، هي بدي جز العشب. اذا صار معي وقت بدوكر هذا الحوض اليوم، اذا ما صار معي وقت لانه اليوم بدي اطلع اتسوق اكيد ما رح اقدر، بنخليهم لخلال الاسبوع الجاي. خلونا نبلش بجز العشب. وهلا هيك مثل ما انكم شايفين يا بنات، خلصت الحراس العشب كله الحمد لله رب العالمين. خلصنا. اللي بيسالوني انه العشب، او اللي بده يعلق انه العشب كان قصير جيلان، انا يا بنات عندي مشكله البزاء كتير، والبزاء اللي هو الحلزون بيجي من الرطوبه، والعشب بساعات الصبح الاولى بيعمل رطوبه، فكل ما طول كل ما كتر البزاء اكثر وتخبى بين العشب. لهيك انا كل 10 ايام لازم احرس العشب واقصره حتى امنع تكون الرطوبه وقطر الندقه عند الصبح، مشان يعني انه وقت ما بنقدر نعالج البزاء بالادويه بنعالج الاسباب اللي هي الرطوبه. اذا ما عالجناها 100% يعني على الاقل بنخففها بنسبه مئويه منيحه. يعني اهم شيء يعني نعالج الاسباب. كلياته هلا هون مثل ما نكون شايفين كلياته انحرس، بعدت المرجوحة، حرست تحتها كلياته، مو حرست، جذبت تحتها جذبت العشب تحتها. وهون كمان انعق هذا الغراب عم ينعق اليوم مدري شو قصته. وهون كلياته مثل ما نكون شايفين كمان كلياته انحرس، وصارت الحديقة ملالاية. خلصنا. هلا بدي بقى اظبط القعدة وظبط الديكورات وظبط الآلة كلها ورجعنا لمكانها. لا 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 ما لحقت اني ضب الهي ضب الحديقة. رجع الكراسي والهي. الدنيا عم تمطر مثل ما نكون شايفين، صارت تمطر. الله. و
وعم ترعد كمان، بلشت ترعد. شايفين؟ هيك هيك نحن وضعنا، الشمس بتكون موجودة وفجأة بتمطر. منيح لحقت اني جزيت العشب، والله والله منيح لحقت اني جزيته. على فكرة كل العشب طلع بس كيس واحد مثل ما انكم شايفين، هذا الكيس. رح فرجيكم الله يبعث الخير، الله يبعث الخير ويفرج على الجميع يا رب. اللهم اشفي جميع المرضى يا رب يا رب، وفرج على الكل. خلص انعطب نهاري، انعطب نهاري. كنت لسه بدي خلص، كان عندي كثير شغلات والله بالحدي بدي اعملها. يلا كله خير كله خير. هلا يا صبايا بعد ما خلصت شغل من الحديقة دخلت على المطبخ. طبعا أبو عمر هذا الأسبوع تولد تسوق والحمد لله رب العالمين. أنا بالعطلة صار ما عم حب أطلع برات البيت أبدا 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 أبدا. المهم شو جبنا تسوق لهذا الأسبوع؟ أنا قلت له جبنا خضار وفواكه وطبخة بكرة، فيعني فيكم تقولوا إنه مستلزمات ناقصني وطبخة لبكرة وشو اسمه يعني وصيتوا على كم شغلة. هلا بفرجيكم إياها. في عنا هذا البصل، جبنا بصل صغير للشوي. بكرة بدنا نعمل مشاوي، صرنا زمان كتير ما عملنا مشاوي كتير كتير، فلهيك إن شاء الله بكرة رح نشوي. وكمان فواكه، الفواكه الصيفية النازلة. قال لي نازل مشمش كتير، اتصل فيني قال لي نازل مشمش، والمشمش رخيص كتير 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 رخصان المشمش. جيب لك للمربى؟ قلت له لا اليوم لا تجيب لي، أنا تبقى أنا بروح بجيب لحالي لانه ما عندي محل بالبراد، واليوم ماني قدرانه اني اعمله، وبكره عرفانه حالي اني ماني قدرانه اني اعمله مشان ما يخرب الكلوت. بقى بجيبه اول باول وبعمله اول باول. فهي جبنا، جاب كمان موز، هذا هو المشمش لكم مستوي بنات كتير طيب، يعني انه مستوي خرج المربى. شايفين مأكوسه واسعاره يورو وشوي، يورو وشوي فقط. ان شاء الله انا نهار الاثنين بروح بجيب، يعني اذا صار لي بروح بجيب للمربى. وكمان هي الكرز، كمان هلا موسم الكرز. وقت اللي جاب الكرز قال لي اعملي لي كرزيه، لحمه كرزيه بالكرز ان شاء الله. قلت له ان شاء الله بس مو بهذا الكرز، بهذا الكرز ما بيمشي الحال، لازم يكون كرز وشنا. وكمان جاب درائن مثل ما قلت لكم، الفواكه، الفواكه الصيفيه درائن وبندورة. عقبال ما يطلعوا بندوراياتي بلشوا يحمروا. على فكرة بنات البندورة عندي بلشت تحمر، الكيلو بتسعة وتسعين سنت البندورة، عليها رخصة. كمان خطر ببالي اني اجيب بندورة مشان نعمل صوص البندورة تبعية البيتزا والمعكرونة والصوصات اللي بنستخدمها، فخطر على بالي اني اجيب اعمل من البندورة الرخيصة، رخيصة كتير والله، تسعة وتسعين سنت يا بلاش. هاي بندورة وهي فليفلة، عقبال ما ناكل من فليفلتنا طبعا. وخيار، وجايب لي كمان بندوره كرزيه مشان المشاوي بكره. هاي بندوره كرزيه، وجايب لي، وصيته انا قلت له جيب لي خليط كيك، كونه كان عندي التركي جاب لي خليط ال الترليتشي. انا كتير بلفظ اسمه بشكل سيء، تريليتشي اللي هو، المهم فهمتوا علي شو بقصد. بالكراميل وصيته على علبة كريم شانتيه، وكمان على الصوص تبعية الكريمة اللي هي الكيكة تراريتشي. ضحكوا علي تنمروا يلا لقلكم. المهم ما اختلفنا، المهم خلينا نحكي عنا كيكة الكريمة والحليب التركية مع الكراميل. طبعا جبت الصوص جاهز، الخليط جاهز، هلا بدنا نعمله مع بعض وبالاضافه للكريمه. هلا تعالوا نشوف هون نحن الخليط الجاهز شو بقلبه. بقلبه ثلاث شغلات. هلا بقلبه خليط الكيك، بتوقع هذا هو خليط الكيك، اي لازم يكون هذا خليط الكيك. وبقلبه صوص كريم، صوص كراميل، انا جبت علبه كامله والله. وبقلبه كمان الحليب اللي بيتنقع فيه بالفانيليا. بس هون بقى حطنا الجمال. هلا كيف بدنا نعرف انه كيف بدنا نعمل؟ هلا ايوه مكتوب بالالماني،
كم بيضة؟ 3 بيضات، 3 صفار بيض، 3 صفار بيض يا بنات. شو هذا؟ والله العظيم ما بعرف. هلا هون لحظة لإلكم، 3 بيضات، هلا هون كاتبين 3 بيضات. أول شي شو بدكم تعملوا؟ بدكم تشغلوا الفرن، وبدكم صينية ب 22 ب 22، كمان غمقة يكون 22. وهلا بدنا نخفق بياض البيض لحتى يصير مارينج، وبدنا نخفق كمان الصفار، بعدين بنخلط البياض مع الصفار، بعدين بنضيف عليه الطحين، وبعدين بنحطه بالصينية وبنحطه بالفرن، وبعدين بدنا نسقيه بهذا ال بالحليب. هذا حليب ناشف، بدنا نحط له حليب. ايه هلا يلا هلا بنعمله مع بعض، هلا بنشوفها، هلا بركز عليها بالطريقة بالتفصيل وبنعمله مع بعض. بدي اعملها هي لانه احتمال بكره يجيني على الغداء ضيوف، احتمال كبير 90%، لهيك لازم تكوني مجهزة شيء حلو، فقلت بجهز شيء انه هيك سهل وسريع، فلهيك جبتهم. بنحطهم هاي على جنب، وكمان رز، هذا الرز قلت بدي اعمل رز جنب المشاوي، رز اصفر بالكمون على الطريقه الهنديه، ومتبل، متبل كمان جاهز، وحمص كمان جاهز، وكمان هدول جايب له اكلات لجاد، هدول هن، او كمان محمره يعني انه فلفله مدبله، مشان بدي اعمل منها محمره ولا على الخبز مثل ما نكون شايفين، وبالاضافه للبقدونس مشان نعمل المحمره على الخبز. هدول هن الاغراض والله اللي جابهم. هلا خلونا نبلش نعمل الكيكه مشان نحطها بالبراد تبرد لبكره. الكون شغله بنات، انا ما بحب اجيب خليط الكيك جاهز واني اعمله، بحب اعمل خليط الكيك على ايدي، بس مثل ما قلت لكم بدي اعمل شيء انه تطلع نكهته اصليه 100% وبس. والله مو مشكلة، معلش خلينا نكسر شي نهار. وكمان مثل هما نكون شايفين جايب لحمة وجاج مشان الشوي. هلأ عملت مثل ما قالوا لي، وخلونا نجهز. وهلأ يا صبايا خلونا نبلش بالخليط. شوفوا لقلكن شغلة، أنا هوني لازم أفصل 3 بيضات الصفار عن البيض. أول شغلة شغلت الفرن على درجة حرارة 180 مثل ما كاتبين على المغلف، ودهنت صينية بالزيت مقاسة 22 ب22. شوفوا شو صار معي هوني، أنا عم بفصل البيضة قامت الصفار نزل مع البيض. من أسباب فشل المارينج معكن إنه يكون بالصحن في نقطة دهون، يعني قصدي صفار بيض، صفار بيض ممنوع يكون مع بياض البيض، ممنوع منعًا باتًا لحتى يصير معاكم البياض البيض مارينج. وسبب تاني انه البيض ما بيصير معاكم مارينج كمان انه يكون بالصحن في اثر من اثار سائل الجلي، يعني مواد كيماويه كمان ما بيصير معاكم مارينج. لهيك وقت اللي نزلت صفار البيضه بالصحن رجعت غسلت الصحن بمي، بس مي على الحل، ونشفته ورجعت حطيت بياض بيض لحاله مثل ما نكون شايفين، يعني خليت الصفار الرابع معلش ما أثر أبدا. المهم رشيت رشة ملح صغيرة فوق البياض وبلشت خفقه بالخفاقة الكهربائية مثل ما نكون شايفين لحتى يصير معنا القوام مارينج. إذا انسوا انه يصير معكم مارينج إذا كان في نقطة صفار صغيرة، شايفين خرم الإبرة فيها نقطة صفار بيض مع البياض، ما بيزبط معكم، وحتى إذا كان على أثر الصحن فيه سائل جلي. هلأ هيك وحركته بشكل كتير منيح، خفقته منيح، صار معنا القوام مارينج. هلأ بنعمل لهم خفقة كمان للصفار البيض، هي إذا كنتوا بتكون تعملوا كيكة بفصل البيض حتى تعرفوا تنتبهوا لخطواتكم بطريقة عمل المارينج. هي صار معنا البياض مارينج وسميك. وهلأ خفقت الصفار، هلأ شو بدنا نعمل؟ بعد ما نخفق الصفار بدنا نضيفه على البياض، بس ما رح نضيفه كمان
مباشرة هيك على حلو. هلا هو ما مكتوب انه كون تاخذوا شوية مارينج وتحطوا فوق الصفار، انا هي من عندي تعلمتها بالاوسبيلدونج. اذا بدنا نخلط الصفار مع المارينج لازم ناخذ شوي من المارينج ونخلطه مع الصفار، ليش؟ مشان يصير خفيف، مشان ما يهبط معانا بياض البيض. هلا بنحركهم بالمعلقة من تحت لفوق، من تحت لفوق فقط، ما بدنا ناخذه يمين وشمال ومن تحت لفوق ومن فوق لتحت، لا بس من تحت لفوق. والمغلف يلي فيه الطحينة وبقية المواد مثل السكر وما سكر والقصص هي مكتوب انه لازم نضيفها بالتدريج. كمان بلشت اني اضيفها بالتدريج مع الخلط من تحت لفوق بالمعلقة السيليكون، وهيك صار معنا الخليط جاهز. لا ضفنا له لا زيت ولا ضفنا له حليب ولا شي خالص، بس البيضات والخليط اللي هن حاطينه. حطيتهم بقلب الصينية وفردتهم لحتى يطلع مستوي، وهلأ بنحطه بالفرن على الطبقة الوسطانية على فرن محمي مسبقا من فوق ومن تحت. هلا هوني بعد ما طلعته خليته لحتى يبرد، بعدين حطيت المغلف تبعيت التسقايه اللي بيسقوا فيه هي الكيكه، ما رح اذكر اسمه ما بيطلع اسمي ظابط معي، المهم عرفتوها. المهم هوني خفقته، كمان كاتبين انه خفقوه لحتى يطلع رغوه وبعدين سقوا فيها الكيكه. هوني اخذت عود، كمان هاي قصه العود انكم تسقبوا الكيكه ما كاتبينها، انا سقبتها هيك اجتهاد ذاتي من عندي. وبعدين حطيت السائل التسقاية مثل الحليب، هو ريحته بتجنن. وهون كمان كنت عاملة كريمة، هن ما حاطين كريمة، أنا حطيت كمان الكريمة من عندي. هن كاتبين إنه بعد ما يبرد الكيك فيكم أنتوا على التقديم تحطوا الكراميل فوقه، بس أنا بعرف هاي الكيكة بدها كريمة، فحطيت كريمة من عندي. كنت موصي أبو عمر يجيب لي كريمة شانتية معه، حطيت طبقة ومسدتها للكريمة. طبعا الكيكة باردة يا بنات. وبعدين الكراميلي اللي جبته جاهز حطيته بصحن مشان حركه لأنه جاي شوي هيك ماسك على بعضه، وبعدين بالصحن صرت وزعهم فوق الكريمة. بصراحة عجبتني رائحة المكونات، رائحة المكونات الكراميل طعمته كتير طيبة، كتير كتير طيبة. ريحة الحليب الناشف تبعيت اللي بدنا نسقي فيه ريحته بتجنن، ريحته فانيليا وكريم كراميل كمان، يعني فانيليا وكريم كراميل مع بعضهم طالعة ريحتهم بتجنن. وريحة الخليط كمان طلعت بتاخد العقل، بصراحة عجبني كتير. ليش أنا ما كنت جيب منه ما بعرف. وزاد عندي شوية كريمة حطيتها بكيس الحلواني وبلشت أعمل خطوط مشان نعمل الزينة التقليدية لهالكيكة. يلا قولوا معي بالتعليقات شو اسمها. والله حاولت كتير انه انطق اسمه بس ما بيزبط، سبحان الله لساني بيلوكع معي باسم هالكيكة. واخدتها يمين وشمال يمين وشمال، وهلا بنحطها بالبراد لتاني نهار لحتى تجمد معانا ان شاء الله بكره. اذا اجاني الضيوف يعني تاكدت جايتهم بيكون التحلية عندي جاهزة. وهيك بيكون الفيديو لليوم خلاص، بتمنى يكون عجبكم، بتمنى يكونكم استمتعتوا فيه بروتيني الصباحي لهذا اليوم. بتمنى يكونكم استمتعتوا فيه وانبسطتوا فيه. واذا عجبكم لا تنسوني يا بنات من لايك اذا عجبكم طبعا الفيديو، والاشتراك اذا ما كنتم مشتركين. انطروني فيديو جديد وروتينات جديدة وفلوجات جديدة ووصفات جديدة بقناتي جيلان شانيل. باي باي.